السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحييكم من الفضائية الشادية من ونقدم لحضراتكم النشر الإخبارية لهذه الأمسية عقب ظهور حالات الإصابة بمرض الكوليرا بإقليم السلامات قدم لمن العام لوزارة الصحة العامة دكتور حامد جبر بيانا صباح اليوم أوضح من خلاله حقيقة الأوضاع والجهود التي تبذل الحكومة لاحتواء الوباء كما دعا المواطنين إلى الوقاية يوم 14 شهر 8 وزارة الصحة العامة لقيت خبر من من إغليم سلا بكونه سجلوا حالتين أنا مرض إسهال شديد في الدستريك أنا كوكو بعد دا وزارة الصحة و والغورنير انا سيلا ارسلوا ايكيب ليكشف الحاله دي ويجوب الانتاج بعدين شوفوا والمرض ثبت بكون الكوليرا انتشرت في دارسيلا من يوم 14 شهر 8 لليوم عندنا 372 حاله و 250 كان توف معناتا النسبة 14% الناس ماتوا من كوليرا حاليا مسيطرين في الحالة لكن الاكيب الودنون ما قادرين يوصلوا الفيلاج الفوق فوق المرض لأن ألمي كثير والوديان كلها كلها ملت والناس ما قادرين يلحقوا المرضى عشان دا نسبة الوفيات ده كثيرة مرة واحدة لكن وزارة الصحة مع مع المنظمة العالمية للصحة والإنسيف وميدسين سان فرونتير هما قدروا ودوا إكيب مع وزارة الصحة واسأل حالة هادئة السلامات لقت تسعة حالة ووفت تتين من من أمس للسكان يحترموا الإيجان على اليد غسل اليد قبل وبعد الأكل وبعد ما زول يمشي ورا بيت ويحفظ الألم الشرب والأكل يكون نظيف ودافي والناس ما يجتمعوا كثير وفي يمكن فيها وفاه منها الكوليرا الناس يخلوا الاطباء هم يغسلوا يعني وحتى حتى يدو يستروا ورد. نصب مؤخرا المفتش العام لوزارة الانتاج والري والمعدات الزراعية نصب المسؤول وكالة دعم التنمية الريفية لإقليم بركو والمناسبة كانت بحضور حاكم إقليم بركو أنجارو أحمد أيجو تقرير محمد حسن أدم مدينة فيلارجو حاضرة إقليم بورقو كانت هي المهطة ما قبل الأخيرة لتنصيب مسؤولي وكالة دعم التنمية الريفية الأنادير على مستوى أقاليم البلاد حيث تضم الوكالة الإقليمية إقليمي بركو وتيبستي وتحت رئاسة محمد جلماي عبد الله وافتتحت المناسبة بكلمة المسؤول السابق للهيئة الوطنية للتنمية الريفية إير توغوي هاشم شوا ومسؤول البرنامج الوطني للأمن الأمن الغذائي البينيسا بأقصى الشمال علي آدم محمد واللذان قدما حصيلة شاملة لإنجازات عملهما بالإقليمين في كلمته التنصيبية المفتش العام لوزارة الإنتاج والري والمعدات الزراعية جلماي اللافوزا تحدث عن أهمية إنشاء هذه الوكالة الخاصة برفع التحديات التي تؤيق التنمية الريفية بالبلاد المسؤول الجديد لوكاله انادير محمد جالماي عبد الله من ناحيته اكد المضي قدما وبذل المزيد من العمل لانجاه المهمه التي اوكلت اليه. حاكم اقليم بوركو من جهته اكد هو الاخر اهميه وكاله دعم التنميه الريفيه في مضاعفه الانتاج الزراعي. عشان لنا شف انا انادير من Borkou, Yamchiladi, Tibesti. Badan Soéna, des délégations du développement rural, environnement, agriculture, culture. ونشير الى ان الوكاله الوطنيه لدعم التنميه الريفيه انادير تضم المؤسسات الثلاثه التي تم دمجها من اجل تنسيق العمل وتحقيق اهداف السلطات العليا الراميه الى تامين الغذاء للمواطنين وتحسين الظروف المعيشيه لسكان الريف. بهدف دعم الشباب وتوجيههم نحو الاعتماد على الذات اطلق الامين العام لاقليم وادي مشروع تحسين الحياه المعيشيه للشباب الذي نظمه تحالف الجمعيات الشبابيه بكات تقرير مريم عبد الرحيم عرضه بهدف تعزيز وانعاش التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه في البلاد فقد اطلق تحالف الجمعيات الشبابيه بكات مشروع تحسين الظروف المعيشيه للشباب حيث نظمت هذه الورشه التدريبيه من قبل التحالف حول المواطنة وحقوق الإنسان وحل النزاعات وذلك لوضع خطة للتنمية بإقليم جيرا هذا ما أكده منسق تحالف الجمعيات الشبابية بشات محمد زين شريف وبدوره الأمين العام لإقليم جيرا أشار إلى أهمية هذا المشروع في دفع عجلة التنمية بالإقليم لا سيما تحسين الأوضاع للشباب كما حث المدربين على بذل المزيد من العمل لتوصيل الرساله لشباب الاقليم وتقويه كفاءاتهم في هذا المجال. كما يجب على المراه مشاركه الشباب في هذه المجالات والمبادرات الراميه الى تنميه الاقليم. قام في الايام الماضيه المركز الثقافي للبحوث والدراسات الافريقيه والعربيه بتنظيم زواج جماعي وتوزيع المواد الغذائيه. لصالح اللاجئين والعايدين من جمهورية إفريقيا الوسطى حيث جرت المناسبة بمخيم اللاجئين بإقليم لوغون الغربي بحضور محافظ المنطقة تقرير محمود مسلفيل في إطار الأعمال الخيرية التي يقوم بها المركز الثقافي للبحوث والدراسات الأفريقية والعربية تجاه الفقراء والمساكين والمحتاجين وصل المركز هذه المرة إلى مخيم اللاجئين والعائدين من أفريقيا الوسطى بمنطقتي دوسي ودوهولو بإقليم اللوغون الغربي وذلك بهدف عقد زواج جماعي للاجئين والعائدين من أفريقيا الوسطى البالغ عددهم 400 شاب وشابة وتأتي هذه البادرة بالتنسيق مع مؤسسة هيا الخيرية على نفقة المحسنة هيا بنت عساف العساف. <applause> هذا وقد حظي العائدون واللاجئون من افريقيا الوسطى بالمخيمين توزيع مؤن غذائيه مكونه من جوالات الارز والسكر وغيرها لصالح 1500 اسره وقد عمت الفرحه الجميع بما فيهم الاطفال حيث وزعت لهم اكياس من الحلويات والمكسرات وغيرها من الهدايا. بحضور سلطان مدينه جاما بدات رسميا نشاطات تجمع بارما من اجل تنميه المنطقه وصح حضور كبير من عيان وابناء المنطقه تقرير عباس عبكر عب مصطفى من أجل مشاركة الشباب في تطوير مناطقهم في كافة الأراضي الوطنية جاءت مناسبة الانطلاق الرسمية لتجمع بارما أي جمعية الفلاحين من أجل التنمية بمركز إداري قامة التابع لمقاطعة دبابة حيث شهدت المناسبة جمعا كبيرا من أبناء المنطقة والقادمين من مدينة أنجمينا والقرى المجاورة إلى جانب سلطان قبيلة برنو دونغوسا وهذا يترجم مدى حرصهم ورغبتهم لتقديم منطقة غاما بالزراعة والحرف اليدوية بالإضافة إلى الثروة الحيوانية كلمات عده شهدتها المناسبه انصبت حول ضروره مشاركه الجميع لتنميه المنطقه، كما ينبغي على السلطات العليا المساهمه في رفع كفاءات المنتجين من الفلاحين، والعمل على ربط المنطقه بشبكات الطرق، والاستفاده من تبادل الموارد المحليه. رغم ان رئيس الجمهوريه بذل جهدا كبيرا لتحسين الوضع الزراعي في كافه الاراضي الوطنيه، بتوفير التركتيرات والعالات الزراعية إلا أن بطء تحرك المزارعين لا يساعد في تنمية هذا القطاع الهام وإن الأهداف التي يسعى تجمع برما إلى تحقيقها هي نفس الأهداف التي أطلقها رئيس الجمهورية إدريس ديبيت نو في مجال تنمية الزراعة هذا وبعد عرض أعضاء المكتب التنفيذي الذي يقوم بمتابعة وتنفيذ برامج الجمعية قد تمكن أعضاء الجمعية للحصول على مستندات ووثائق رسمية لملكية عرض زراعي يسع قرابة 10 هكتار مقدمة من جهة عمدة بلدية جاما وبعد نهاية المناسبة توجه أعضاء الجمعية والوفد المرافق لهم إلى الحقول الزراعية التي أشرف عليها تجمع بارما من أجل التنمية للوقوف على مستوى الإنتاج الزراعي التي حققها التجمع